بن علوي يلتقي جواد ظريف في طهران لبحث ملفات إقليمية. سلطات إقليم كردستان العراق تتهم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء مقتل نائب القنصل التركي. ورئيس لجنة التحقيق بفض اعتصام الخرطوم يكشف أن ضباطا خالفوا الأوامر وأدخلوا قوات الدعم السريع لتفريق التجمعات. أهلا بكم. قالت السفارة الروسية في طهران إن ممثلين عنها زاروا 3 مواطنين روس من أفراد طاقم الناقلة البريطانية التي تحتجزها إيران منذ 19 من يوليو تموز، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم 3 يتمتعون بصحة جيدة. وأكدت السفارة أن بوسعهم الاتصال بأسرهم وأنها تجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين لإطلاق سراحهم. أفادت وسائل الإعلام إيرانية رسمية أن الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران. وأشار التلفزيون الإيراني الرسمي إلى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والمشاورات بين البلدين بهدف تبادل وجهات النظر بخصوص التطورات الأخيرة في المنطقة وقضايا دولية. هذا واتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني دولا إقليمية بتدمير ظروف الحوار والتفاهم على حد تعبيره من خلال سياستها، وذلك خلال لقائه بن علوي في طهران. قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا في بيان نشر في ساعة متأخرة من مساء أمس أن رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا هاتفيا التوتر مع طهران وحاجة البلدين للعمل معا في القضية. أفادت وكالة الأناضول التركية نقلا عن مصادر محلية أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وجه القوات الإيرانية في سوريا إلى الاستعداد لحرب محتملة مع الولايات المتحدة. وزار سليماني يوم الخميس الماضي مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور جنوب شرقي سوريا ومعسكرات القوات الإيرانية، والتقى المستشارين العسكريين للحرس الثوري وقيادات القوات في تلك المناطق بحسب الوكالة التي قالت إن سليماني طلب التجهيز حرب محتملة مع الولايات المتحدة مؤكدا عدم وجود خلاف مع النظام السوري بخصوص مواجهتها. قتل 10 مدنيين في غارات جوية شنها الطيران السوري على محافظة إدلب شمال غرب سوريا بحسب ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال أيضا إنه قتل في مدينة أريحة 9 مدنيين بينهم طفلان في القصف الذي أصاب مباني سكنية، فيما قتل طفل آخر في غارات استهدفت أراضي زراعية في المحافظة. وتشهد إدلب ومناطق محاذية لها تصعيدا في القصف السوري والروسي منذ نهاية نيسان أبريل. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل فلسطيني أصيب أمس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل شرق خان يونس اندلعت إثر مسيرات العودة. وأصيب 38 فلسطينيا بأعيرة نارية وفقا للوزارة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود أطلقوا النيران على متظاهرين لجأوا إلى استعمال العنف. من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي قال إن عدد الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا على يد القوات الإسرائيلية كان الأعلى منذ عام 2014. اتهمت سلطات إقليم كردستان العراق حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء مقتل نائب القنصل التركي الذي قتل بإطلاق نار في أربيل، مؤكدة استنادها إلى اعترافات المشتبه بها الذي أوقف قبل أسبوع. وهو كردي تركي يبلغ من العمر 27 عاما. قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إنه شقيق نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطية التركي الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه على صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني. شكك قادة الاحتجاجات في النتائج التي توصل إليها التحقيق في فض اعتصام الخرطوم وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية. وكشف محققون سودانيون أن عناصر من قوات الدعم السريع شاركت في عملية فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الشهر الماضي دون أن يتلقوا أوامر عذرا رسمية بذلك، ما أسفر عن مقتل 87 شخص وإصابة 168. وقال رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد إن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام وإن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية.
نفذت البحرين حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق 3 أشخاص أدينوا في قضيتين، إحداهما تتعلق بقتل ضابط شرطة والثانية بقتل إمام مسجد. وذكرت جماعات حقوقية أن الناشطان الشيعيان علي العرب وأحمد الملالي اللذان صدر حكم بإعدامهما العام الماضي صدرت بحقهم أحكام بالسجن في جرائم إرهابية. يأتي ذلك رغم دعوات مدافعين عن حقوق الإنسان لتعليق الحكم بالإعدام. انطلقت في تونس اليوم جنازة وطنية للباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول. ونقل جثمان السبسي الذي توفي عن عمر يناهز 92 عاما من المشفى العسكري في العاصمة تونس إلى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية في سيارة عسكرية. وحضر الجنازة كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والفلسطيني محمود عباس، الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، والبرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وغيرهم. قال عضو في الهلال الأحمر الليبي إن 55 جثة انتشلت حتى الآن قبالة سواحل ليبيا بعد انقلاب قارب خشبي يقل مئات المهاجرين، مؤكدا أن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على مزيد من المهاجرين المفقودين. ولم يتضح بعد عدد من كانوا على متن القارب وعدد المفقودين الذين يخشى غرقهم في الحادث الذي وصفته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه أسوأ مأساة بالبحر المتوسط هذا العام. تم بلاغنا على قبل 48 ساعة على عدد من القارب الهجرة غير شرعية، العدد منهم 350 مهاجر والأحياء منهم 110، وعدد الآن للجثمان 62 جثمان غير هجرة غير شرعية، والآن الفريق قاعد أن ننتشل في جثث من البحر في مدينة القمص. حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي من أنه يتعين يتخلي عما وصفه بالترتيب المخالف للديمقراطية الخاص بإيرلندا إذا أراد إبرام اتفاق لخروج بلاده من التكتل، مؤكدا أن انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة اقتصادية هائلة. أتت أقوال جونسون في خطاب ألقاه في مانشستر ووعد بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكزيت وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد. اعتقلت الشرطة الروسية مئات المتظاهرين في موسكو الذين احتشدوا للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات أمنية معززة. ونزل الآلاف إلى الشوارع بعد أن رفضت السلطات السماح للمعارضة ومرشحين مستقلين بتقديم ترشيحاتهم لانتخابات مجلس بلدية موسكو المرتقبة في أيلول سبتمبر القادم. وأوقفت الشرطة عددا من المعارضين قبل بدء التجمعات. تظاهر العديد في هونغ كونغ في يوين لونغ القريبة من الحدود مع الصين على الرغم من حظر أعلنته الشرطة بعد أن اعتدت مجموعة رجال يشتبه انتماؤها إلى عصابات عنيفة نهاية الأسبوع الماضي على متظاهرين معارضين للحكومة أثناء عودتهم من التظاهرات، فأصيب العشرات بجراح بحسب السلطات. ووجه العديدون النقد إلى جهاز الشرطة لبطئه في التدخل أثناء الاعتداءات. نحن ضد عنف شرطة هونغ كونغ وضد تعاونهم مع العصابات. عصابات يوين لونغ المحلية يستخدمون العنف لمهاجمة السكان المحليين، وهذا بالتأكيد يهدد سلامتنا. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح إثر سلسلة زلازل ضربت جزرا في أقصى شمال الفلبين صباح اليوم، وبدأت عمليات البحث عن ناجين محتملين في المنازل المنهارة. وأدت الزلازل إلى انهيار مبان وتصدع طرق وفر سكان المنطقة من منازلهم. بهذا نصل إلى نهاية الموجز من ITV4 News. نشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من ميناء يافا. إلى اللقاء.